ستار تأتيكم بشكل أنيق، وزنها خفيف وسهلة الحمل، تعمل بتقنية البخار الجاف، سلسة في الاستخدام. يمكن وضعها بعدة أشكال، توفر الوقت وتعطي نتائج مذهلة. لوراستار صغيرة الحجم وأنيقة، وتأتيكم بألوان مختلفة لترضي جميع الأسواق. منطقة الأفخاذ فقرة خاصة بالمنزل، من خلالها رح نتعرف على مكواية ما بتشبه غيرها، مكواية لوراستار اللي حققت نجاحات كتير كبيرة على سيترس تي في. شو اللي بيميز هيدي المكواية؟ هو التقنية الحديثة، تقنية البخار. البخار ايدينا او جسمنا ما بيسبب ابدا اي حرق، فبهالطريقه هو امن 100% على جميع انواع الملابس. شو ما كانت هيدي الملابس امن، قد ما انا بقرب ايدي هيدا البخار ابدا ما بيسبب اي حرق، وبهالطريقه هو جدا امن. اللي بيميز لوراستار هي شركه سويسريه صار لها بالاسواق فتره سنين كثير طويله، بيقدموا كل المنتجات اللي متعلقه بالعنايه الملابس، يعني المكويات وبس، يعني رح تاخذوا احدث التقنيات. لوراستار بتشتغل وبتقدر تكويلنا بطريقه عموديه وايضا بطريقه افقيه، وبهيدي الفقره عم نقدم لكم اكسسوارز اكثر. عم نقدم لكم هيدا لوح الكوي او طاوله الكوي اللي عم بتشوفوها قدامكم واللي هي من لوراستار، وعم نقدم لكم هيدي الاكسسوري وهي لتحطوا الكورد او شريط المكوايه لحتى ما يضايقكم. هيدا ما كل شيء، جاي لكم لوراستار بهيدي الفقره بثلاث الوان ولا احلى. عم نشوف اول لون موجود معنا وهو لون التوب اللي كثير حلو، عم نشوف اللون الابيض وكمان اللون الاحمر. كل هيدا الشيء مع لوح الكوي اللي موجود هون، وايضا مع الاكسسوري الاضافيه وهي مثل ما قلت لكم لشريط المكوايه او الكورد، وكمان عندنا الفلتر للمي، وكمان عندنا هون اللوح الثاني وهو هيك اذا بدنا نقول للاقمشه الحساسه. كل هيدا الشيء جاي لكم بسعر كمان مخفض وهو حسم 20%، 464 دولار بس على كل هيدي الاكسسوري اللي انتم عم بتشوفوها. تفاصيل اكثر رح نعرفها اكيد من خلال ضيفي بهيدي الفقره واللي هو سهل اللي اجى خصيصا لحتى يعرفنا. هلو، very happy to have you here again. Thank you. To know and Heki, inform all the viewer more about Lauristar, whoever didn't have the chance to get it. Sure, I will. So Lauristar is a brand from Switzerland. We've been in the business for 35 years, and what we do is garment care, which is we just manufacture steam irons, and we do the best in the world. Yes. إذن لوراستار هي شركة سويسرية صار لهم بالأسواق أكثر من 35 سنة، مثل ما قلت لكم ببداية الفقرة بيعتنوا فقط بعناية الملابس وعندهم أحلى المكويات. Best thing ever you guys have invented. أفضل شيء عم بيقدمولنا إياه وهو الستيم أو البخار الناشف اللي جدا جدا آمن. Let's start with the first beautiful thing, which is ironing. But how about we go to the awards also that sure, you got? Sure. إذا خلونا نشوف كمان الأوردز اللي حصلوا عليهم شركة لوراستار، وهي الريد دوت ديزاين. For a good design, actually, it's a wonderful design. Yeah, we won that at Chicago, which is supposed to be the best award in the world. إذن كمان هني حصلوا على هيدي الجائزة بشيكاغو واللي هي تعد من أفضل الجوائز عالميا. Let's start with the first demo. Sure. So Lauristar steam irons have steam at very high pressure and at 150 degrees. This is a cotton shirt. هوني عم نشوف عنا هيدي القميص. مثل ما عم نشوف القميص، هيدا القميص كيف كتير مجعلك. خلونا نشوفه من فوق. كيف القميص اللي موجود معنا كثير مجعلك بموف وحده من لوراستار رح تشوفوا الفرق. So you'll say it just it's very easy, one stroke, no hard work. No, not at all. And there you go, I have a crisp collar. إذا هون عم بتشوفوا بخطوة وحدة قدرتوا أنتم تعملوا من دون ما نحط أي ستارتش، من دون ما نحط أي شيء مثل اللي متعودين، قدرنا نحن نحصل على ياقة إذا بدنا نقول كثير مشدودة. I'll show it to you one more time. Yes, of course. هون ما ننسى كيف قوة لوراستار. عم نشوف كيف بتمريرة وحدة، تمريرة وحدة بس
شوفوا الفرق اللي موجود معنا بالقميص. تمريرة واحدة قدرنا نحن نحصل على هيدا الشيء مع لورا ستار. اللي بيميز لورا ستار إن هي بتعتمد على تقنية. هيدا التقنية هي تقنية البخار الناشف اللي ما بيسبب أبداً أي شيء، ما بتنأثر فيه إيدينا، وبهالطريقة بيكون آمن على جميع أنواع الملابس، من قطن لكشمير لصوف ستان جرسي، شو ما بيخطر على بالكم. What do we have here? So what I'm going to show you next is a bed sheet. Yes. I think most people don't iron their bed sheet because it's very difficult to do. That's true. So with us, you'll save time. You can iron through. Let's see the wrinkles yeah, first. Yeah, you've got the wrinkles, yeah. هوني عم نشوف، خلينا نشوفها من فوق، عم نشوف قد ايه مجعلك، عم نشوف عندنا كذا طبقة مجعلكة. رح نشوف هلا مع لورا ستار كيف بموف وحدة نقدر نحن نعمل هيدا الشيء. See, I can iron through three layers or more. I just have three now here. عم بيقولوا بيقدر هيدا الستيم يوصل لثلاث طبقات، ثلاثة لايرز وأكثر. هون عم نشوف أول طبقة، عنا ثاني طبقة، وعنا الطبقة الثالثة. كيف صارت كأنه حاطين عليها نشا. اختصرنا وقت الكوي ثلاث مرات. هون عم نشوف قدي قوة الستيم اللي موجودة معنا بلورا ستار. خلونا كمان نحكي بشغلة كتير حلوة، وهي السيفتي اللي موجودة عنا بلورا ستار. خلونا ننتقل للورا ستار اللي موجودة معنا هون. الحلو بهيدي المكوية اللي نحن عم نقدمها، ما بتقدروا أبدا تشلوها بهيدي الطريقة، ولا بنقدر، خلونا نشوف أي كاميرا عم تاخدها، ما بتقدروا تشلوها أبدا بهيدي الطريقة، ولا بتقدروا كمان تشلوها بهيدي الطريقة. لازم أنتوا تعلوا، تعملوا انحناء وتشيلوها بهذه الطريقه. هي جدا امنه حتى للاطفال، يعني ما في داعي ابدا نعتلها نحن وحاطينها او عم نكويها، وهي كمان بتنطفي لحالها بعد 10 دقائق. What do we have here? What I'm going to show you next is a woolen suit pant. Usually we send this out to the dry cleaner because we can't iron delicate fabric at home. Yes. But what we have here is the soft pressing attachment. So we clip it on, wait a minute for it to heat up. And now I can iron our cotton. Let's show it to the camera. Yeah, sure. هيدي هي القطعة اللي بمجرد انتم ما تشيلوها، وقلت لكم هي للأقمشة الحساسة. بالعادة كل البناطلين الرجالية بنبعتها لأنه قماشتها حساسة، بنبعتها اختصار للوقت لللاوندريز. هون عم نشوف كيف هيدي المكواية كيف بتأمن لنا نفس النتائج اللي انتم بتحصلوا عليها باللاوندريز، ولكن عم بتوفروا على حالكم النطرة ليجي البنطلون لعندكم، عم بتوفروا على حالكم كمان انتم انكم تعرضوا دائما الاقمشه تاعولكم للكيميكلز اللي انتم بتحصلوا عليها. Yeah, because it's dry, so there's no water left in the wool, and you can see again we've ironed through layers of the trousers, saving time, you'll be done very quick. هون عم نشوف انه نحن كيف اختصرنا وقت الكوي، لانه هي بتوصل الستيم لطبقات عميقه من الاقمشه. عم نشوف كيف كوينا عنا البنطلون، كيف قدرنا نحصل على الكسره اللي نحن بدنا اياها، لانه بتوصل لطبقات كثير عميقة، وهيدي هي كمان جدا جدا آمنة. بالعادة نحن لما بنشتري قطع بتكون غالية علينا من الأقمشة وأيضا من هيك الجاكيتات أو الفساتين، بنبعتهم كتير على اللاوندريز، بنخسر من لونهم، بنتعرضوا كتير لكيميكلز. خلونا اللي بندفع حقه يبقى دايما عنا مرتب وحلو. Here's a silk blouse. Usually difficult to iron again. You know, we've got these pleats in it. They flatten down. We don't want that to happen. So what I'll show you here, okay. The magic of Lora Star. إذن هوني كمان عم نحكي على شيء كتير مميز بلورا ستار. قلتوا ببداية الفقرة تقدروا أنتوا تعملوا جميع أنواع الأقمشة وصولاً للحرير. بالعادة نحنا ما منحب أنه نعرض هيدي القماشة بالمكويات التقليدية، لأنه دايماً منسترخص نشتري مكوية حلوة لتحافظ على تيابنا المرتبين، وما منحب تجي هيدي الكسرة. عم نشوف خلينا عم نشوف من فوق الرينكلز اللي موجودين عنا على هيدي القطعة. I think it's covered. Let's just do it. This way. Yeah, or I will ask. Yes. هوني. Yeah, let's do it now. So I can just put it in. كيف بحركة مثالية. Oops. Wow. We'll see with the pressure. Look at that. هوني ليكو كيف بحركة كتير بسيطة كيف قدرنا نحنا نكوي عنا بهيدي القماشة. هوني عم نشوف كيف مجعلك عنا القماشة، وهوني عم نشوف كيف انكوت بطريقة مثالية. ليكو هوني هي كيف already wrinkled، وكمان قدرنا نضلنا نحافظ على البليتس والكسرات اللي موجودين على الكم. هيدا الشيء كتير مميز اللي موجود معنا بلورا ستار. What else do we have? Here's something else. It seems the blue is your favorite color. Yes, it is.
And you know, you don't wear wool all the time. You probably wear it once when it's not cold very often here. But so it's back in the cupboard. Yes. You can refresh garments at home, so the steam will kill any bacteria before you put it back That's in. That's a nice idea. Yeah. عم بقول لكل الأشخاص بنعرف إنه نحنا بهيدي المنطقة ما بنلبس كتير الصوف ولكن هون بدنا نفرجيكم Laura Star Go Ahead. Sure. Laura Star بتقدر هي تكون متناسبة مع جميع أنواع الأقمشة حتى مع الصوف الناعم حتى لو الصوف بالعادة في أشخاص ما بيكرهوا كتير اللي بيميز الستيم اللي عم بيأمل لنا إياه مكوية Laura Star إنه هو بيقدر يعطينا ريفرش أكتر للقطع يعني منحطهم بالخزانة لفترة كتير طويلة حلو لما نشيلهم نعملهم ريفرش من البكتيريا وهو من خلال الستيم اللي بيطلع معنا من Laura Star. This is cashmere, so you really can do every fabric. Of course. إذن هون عم نشوف قدي هي مكوية كتير عملية. بنرجع منذكركم Laura Star اللي بيميزها أنها هي بتعتمد على تقنية البخار الناشف. هيدي التقنية تقدروا أنتم من خلالها تتأكدوا قدي هي آمنة. إذا آمنة على إيدي قدي بدها تكون آمنة على الأقمشة اللي نحنا بحاجة أنه دايما نكويها. Our irons are dual use, so the Laura Star lift collection can be used both ways. It's horizontal on an ironing board, and I can also iron vertically, so I can just steam vertically as well. Okay. إذا الحلو بمجموعة بمكوية Laura Star فيكن أنتوا تكووا فيها بطريقة عمودية وأيضا بطريقة أفقية. الشغلة كمان اللي بتغلبنا وهي إذا كانت عنا جاكيت وخاصة للأطقم الرجالية. خلونا نشوف إذا بتريدوا هون الجعلك اللي موجود معنا بهيدي الجاكيت بالضبط. خلونا نشوف. بلمسة واحدة من Laura Star كيف بتقدروا بكل سهولة تقدروا انتو تكووا بطريقة كتير عملية وبطريقة كتير سهلة مع Laura Star. Here's the Kandura. Kandura also, it's really, it's usually to do, right? We do send it immediately Correct. To the so laundry. You can do the crease here on the board and then you can also vertically take out all the wrinkles and you've got a crisp Kandura, no starch, nothing needed, doesn't go out, it's hygienic, there you go. خلونا نعمل مقارنة كثير سريعة عم نشوف هون الكندورة اللي موجودة معنا كيف عنا بهيدا الجزء هون بتكون كثير مجعلكة هون كيف نزلت معنا الكندورة تماما بطريقة كثير عملية وبطريقة كمان كثير حلوة من دون استخدام النشا من دون استخدام أي مواد كيميائية كمان شغلة كثير مميزة بLaura Star حتى لو عنا نحنا توبس أو عنا فساتين بقلبهم في عدد كبير من البيتز الستيم اللي بيطلع من Laura Star Go ahead. الستيم اللي بيطلع من Laura Star ما بيفقد رونق ولمعة هيدا الكريستال لأنه هو بخار ناشف وهوني عم نشوف كمان أي نوع من الأقمشة سواء كان من الشيفون سواء كان من الستان من الجورسي القطن الصوف أو غيرها من الأشياء هي جدا جدا آمنة وهيدا الشيء عم نشوفه. Thank you very much. Thank you, Sarah. Thank you Thank for having you me. Thank you for like always giving us a wonderful demonstration. Always a pleasure. Thank you. Thanks. لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا حصلوا هلا على فرصة إنكم تحصلوا على Laura Star وهي المكوية اللي حققت نجاحات خيالية على Citrus TV. ليه؟ لأنه بتعتمد على تقنية سوبر حلوة وهي تقنية اللي هو ما بيحرق أبدا الإيد ما بيأثر على أجسامنا فتخيل هو قديه بيكون كتير آمن على جميع أنواع الأقمشة. هلا بدي أرجع أذكركم بالعرض اللي عم نقدم لكم إياه واللي ما بيتفوت Laura Star جاي لقلكم بثلاث ألوان عنا اللون الأحمر اللون الأبيض وعنا اللون التوب أو هو الرمادي جاي لقلكم Laura Star مع سطح اللي هلا عم نشوفه للأقمشة الحساسة مع فلتر للتانك تعيت المي وعنا مع الكورد هولدر وهو لشريط المكواية وجاي لقلكم كمان مع طاولة خاصة للكوي كل هيدا الشيء مع حسم 20% 464 ما ننسى قدي هي جدا آمنة هي بتطفي اوتوماتيكلي بعد 10 دقائق وفيها كمان سيفتي فيتشر ما بتقدروا انتم تشيلوها ابدا بسهوله بالنسبه للكبار اكيد بكل سهوله بس بالنسبه للاطفال لازم يعلوها يرجعوها لورا وهيدي هي السيفتي فيتشر صناعه سويسريه بسعر تنافسي على الجوده العاليه اللي بتحصلوا عليها.